بيانه أمام مجلس النواب رئيس الوزراء يؤكد أن إعلان حالة الطوارئ يأتي في إطار إجراءات استثنائية حاسمة ضد الإرهاب. خلال اجتماعهم في إيطاليا، مجموعة السبع الصناعية الكبرى تتفق على أن لا حل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة. الرابع عصر هنا في القاهرة، الثانية بتوقيت جرينتش، موعد نشرة إخبارية جديدة على شاشة النيل. مرحبا بكم. أهلا بكم. ما قال رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل إن الدماء المصرية البرية الذكية والدماء التي سالت من أجل الوطن لن تضيع هباء أو سدى. وخلال كلمته أمام مجلس النواب أضاف إسماعيل أن دماء الشهداء ستزيد من عزم وقوة وإرادة الدولة المصرية لاكتفاف خطر الإرهاب واقتلاع جذوره من الأراضي المصرية. اسمحوا لي أن أعبر مجددا من خلال مجلسكم الموقر لشعبنا الكريم عن خالص تعازينا القلبية ودعواتنا الصادقة لمن تغمدهم الله تعالى برحمته من أبنائنا الشهداء، وتمنياتنا بسرعة الشفاء للجرحى من ضحايا الأحداث الإرهابية الآثمة التي شهدتها مصر أمس الأول، واستهدفت كنيستي ماري جرجس بطنطا محافظة الغربية وكنيسة ماري موركوس بمحافظة الأسكندرية. وأقول لأسر الضحايا وذويهم من أبناء الوطن مسيحيين ومسلمين، إننا معكم قلبا وقالبا في كل لحظة نشعر بكم ونستشعر أحزانكم ونعايش ألامكم. إن تلك الدماء الطاهرة الزكية التي سالت فداء للوطن لن تذهب هباء أو تضيع سدى، بل ستغدو وقودا يشحذ الهممنا ويعضد عزمنا ويقوي إرادتنا لاكتفاف خطر الإرهاب واقتلاع جذوره نهائيا من أرضنا الطيبة. أؤكد لكم أن الحكومة تعمل جاهدة بأقصى طاقتها منذ اللحظة الأولى لوقوع تلك الأحداث الغادرة على توفير أقصى درجات الرعاية والدعم لأسر الشهداء والمصابين. وأضاف رئيس الوزراء أن الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها مصر تستوجب إجراءات استثنائية حاسمة لكي تتمكن الدولة من حشد قواها للتصدي لتلك الأعمال الإجرامية. وأشار إسماعيل إلى أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل على القضاء على الإرهاب تماما من أرض مصر. وقد قرر مجلس الوزراء أمس في اجتماعه المنعقد بكامل هيئته الموافقة على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، والأمر معروض على ممثل الشعب لإقرار ما يرونه بشأنه. ويقينا فإن قانون الطوارئ إنما يستهدف أعداء الوطن والمواطن، وسوف يمنح أجهزة الدولة المزيد من القدرة والمرونة وسرعة الحركة لمواجهة عدو آثم وغادر لا يتورع عن القتل والتدمير بلا تبرير بلا ميز. إن قيادة الدولة والحكومة بأجهزتها المختلفة في كل بقعة من بقاع أرض الوطن تواصل جهودها المكثف وعملها الدؤوب لدرء هذا الخطر الإرهابي واكتثاث جذوره إلى غير رجعة، كي ينال الآثمون عقابهم الرادع جزاء لما اقترفوه من جرائم. لقد توهم الإرهابيون ومن يقف خلفهم أنهم قادرون على النيل من مصر أو زعزعة استقرارها، ولقد أثبت الشعب المصري في كل لحظة تماسكه ووعيه وإدراكه التام بخطورة المخطط الإرهابي وأهدافه الشريرة الآثمة. أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أهمية مواصلة جهود تطوير قطاع الكهرباء والارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين والالتزام بالبرنامج الزمني الخاص بتنفيذ خطة تطوير وزيادة طاقة الشبكة القومية وتوزيع الكهرباء لتحسين كفاءة منظومة الكهرباء خاصة في محافظات الصعيد والتوسع في استخدام العدادات الذكية مسبقة الدفع.
وقد جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء شريف اسماعيل ووزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر، حيث أكد الوزير أن تنفيذ خطة الوزارة لتطوير الشبكة القومية لتوزيع الكهرباء ستستغرق 3 سنوات وبتكلفة 37 مليار جنيه لتحسين كفاءة منظومة الكهرباء، مضيفا أن القدرات الكهربائية المنتجة أصبحت تكفي استهلاك المواطنين واحتياجات المشروعات الصناعية. كما روه وزير الكهرباء أن مشكلات انقطاع الكهرباء بسبب انخفاض الجهد خاصة في محافظات الصعيد من المخطط أن تنتهي هذه المشكلات بحلول صيف عام 2018. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرارات الجمهورية رقم 158 و159 و160 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام وفقا لنصوص ومواد القانون 92 لسنة 2016 والذي نص على تشكيل المجلس والهيئات المذكورة بناء على ترشيحات مجلس الدولة ومجلس النواب ونقابات الصحفيين والإعلاميين العاملين بالطباعة والصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للجامعات ووزارتي الاتصالات والمالية. وقد تم اختيار مكرم محمد احمد رئيسا للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام وكرم جبر رئيسا للهيئه الوطنيه للصحافه وحسين زين رئيسا للهيئه الوطنيه للاعلام. للمزيد من المتابعه ينضم الينا هاتفيا الاستاذ مكرم محمد احمد رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام. استاذ مكرم، في البدايه نوجه التحيه لاختياركم رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام. في هذا الوقت بعد صدور هذه التشكيلات وأيضا يعني العمل الإعلامي وسط ما نراه من مشهد حاليا، ما المطلوب والذي نحتاجه في هذا الوقت لتنظيم المشهد الإعلامي والعمل الإعلامي ليتواكب مع ما تعيشه الدولة من مرحلة دقيقة وفارق؟ أعتقد أن المطلوب أن نتواطى جميعا على صحيفة الإصلاح، تنظر في إصلاح الصحافة القومية، تنظر في إصلاح الصحافة الخاصة، تنظر في إصلاح جيدة في الإعلام ومحطات التلفزيون، بحيث أنه يحصل يعني يتم استثمار هذه الثقافة على أحسن وجه، فيما يمكن مصر بالتالي من أن هي تتجاوز وتدخل هذه المعارك وتحقق نجاحات سواء في مجال التنمية أو في مجال محاربة الإرهاب. وأنا شايف أن هذا الجهد بيتحرك تضاقف كل المؤسسات العاملة في الميدان في جهد متكامل بعيد عن السببية بعيد عن الحزبية، هدفه فقط الإصلاح. طبعا هذا الجهد يحتاج إلى إجراءات دقيقة ويحتاج إلى مواجهات حاسمة، وأعتقد إن الجهد كله علينا جميعا أن نواجه هذه المهمة بما يقتضيه من جد وحزم. طيب، في تصوركم أن نبدأ أستاذ مكرم عبر أي آليات أو وسائل أو إجراءات يمكن من خلالها العمل على ضبط هذا الأداء الإعلامي وإعلاء المصلحة الوطنية لمصر في هذه المرحلة؟ أنا أقول طبعا الأول نتوقف على خريطة الإصلاح والخطوط العريضة، يسهل بعد ذلك التوافق على الآليات، والآليات سوف تكون أهم آلية، وأن نتوافق جميعا على أن الإصلاح أصبح ضرورة ولا مقر للمبادرات. أحد الثاني أيضا ممكن تحقق الآلية القانونية، لأننا في دولة مدنية قانونية ديمقراطية، فلا بد أن نعتمد هذه الآلية الديمقراطية. وأيضا كمان يكون واضح لنا أن الهدف الأول والأخير هو تعزيز حرية الكلمة وتعزيز حرية الرأي وتعزيز استقلال المؤسسات الصحفية ودفع كل واحد في هذا الوطن إلى أن يقوم بدوره، لأن دور الإعلام مهم في المرحلة القادمة، دور مهم في حشد الدولة وحشد الشعب من أجل مواجهة الإرهاب، دور مهم في كشف الأخطاء والكشف عن عشرات الطريق، دور مهم في تقديم البدائل، دوره مهم في توعية الأفراد وتوعية المجتمعات، دوره مهم في حشد مؤسسات المجتمع المدني إلى جوار مؤسسات الدولة. والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أستاذ مكرم سيكون مسؤول عن وسائل الإعلام الخاصة والعامة أيضا. سيكون مسؤول عن وسائل الإعلام العامة والخاصة، يعني
وقت الحقوق العريضة بالأسس التي ينبغي أن تلتزم بها كافة الأسسات بما لا يحصل على حرية الرأي وحق الاختلاف. شكرا جزيلا للأستاذ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. واتصالا ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ حمدي الكنيسي عضو الهيئة الوطنية للإعلام. أستاذ حمدي، الخطوة التالية المتوقعة بعد الإعلان عن تشكيل كافة الهيئات المنظمة للإعلام؟ هي الخطوة التالية هي البدء فورا في عمل المنظومة الإعلامية الجديدة المتمثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة والهيئة الوطنية للإعلام المرئي والمسموع والرقمي والهيئة الوطنية للصحافة. هذه المنظومة وفي مقدمتها طبعا نقابة الإعلاميين بتبدأ فورا في إعادة التوازن للإعلام، خاصة أن حالة الإعلام الآن بلغت درجة من التردي والتخبط ما يستدعي التحرك فورا لإعادة التوازن لهذا الإعلام الذي صار أقوى وأخطر وسيلة مؤثرة في الشعوب وفي الدول وفي القرارات المختلفة. نعم، يعني إذا نقابة الإعلاميين ستكون الخطوة التالية بما يكفل إعطاء الإعلاميين واجباتهم وأيضا معرفة حقوقهم. أيوة بالضبط، إن هو النقابة بقى هنا هتعمل دورها بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأيضا مع الهيئة الوطنية، لأن لابد من التنسيق بين كل عناصر المنظومة الإعلامية، وأعتقد أن ده شيء مطلوب وبشكل عاجل تماما. نعم، طيب في رأيك هذا التنسيق سيصب في صالح العمل الإعلامي بشكل تنظيمي أكبر، خصوصا وأن هناك أحداث تتداخل مع مصلحة البلاد وأمنها القومية، كيف يمكن إحكام السيطرة في إحكام السيطرة؟ واضح ومتاح تماما، لأن النقابة بتتعامل أساسا مع الإعلاميين الأفراد من حيث رصد الأداء ومساءلة ومتابعة ومحاسبة من لا يلتزم بميثاق الشرف الإعلامي اللي هتطلعه النقابة وبالمعايير المهنية المختلفة، وفي أدوات وآلية محددة للمحاسبة بتصل إلى درجة يعني السب أو الإيقاف لفترة إلى آخره. ده شيء مهم جدا، وده هيتم بقى بالتنسيق مع المجلس الأعلى لما الأمر يصل إلى المؤسسة التي ينتمي إليها الإعلامي ولا تعبأ مثلا بقرارات النقابة. نعم، أشكرك أستاذ حمدي الكنيسي عضو الهيئة الوطنية للإعلام. نظمت محافظة مرسى مطروح اليوم مسيرة حاشدة من أمام مبنى الديوان وصولا إلى كنيسة السيدة العذراء لتقديم واجب العزاء على روح شهداء كنيستين ماري جرجس بطنطا والمرقصية بالإسكندرية. وقال محافظ مطروح لواء علاء أبو زيد إن أبناء المحافظة على قلب رجل واحد وإن الإرهاب الأسود لن ينال من الوحدة الوطنية. أضاف أبو زيد أن جميع أبناء وعمد مطروح يقفون خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة الإجراءات التي يتخذها التي تأتي جميعها لصالح الدولة المصرية. استقبل البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية اليوم وفدا من الفاتيكان بدير وادي النطرون للتعزية في شهداء حادثي كنيسة ماري جرجس بطنطا والكنيسة المرقصية بالإسكندرية. ونقل الوفد تعزية البابا فرانسيس بابا الفاتيكان للبابا توادروس في شهداء طنطا والإسكندرية الذين سقطوا في التفجيرين اللذين طالا الكنيستين يوم أحد السبت. ويعد هذا هو أول ظهور للبابا توادروس منذ التفجيرات الإرهابية يوم الأحد الماضي. أكد مفتي الديار المصرية دكتور شوقي علام أهمية تنظيم الفتوى، خاصة وأن خطورة الفتاوى العشوائية لا تقف عند إصدارها وإنما تمتد أثارها إلى المجتمع ككل. وأكد علام أن المؤتمر الذي نظمه الأزهر الشريف مؤخرا أوصى بضرورة التقنين لكل من يقوم بإصدار الفتوى
فيما شدد الجمهور على ضرورة التفريق بين الفتوى والرأي لمنع فوضى الخطاب الدينية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية برئاسة الدكتور أسامة العبد لمناقشة مشروع قانوني تنظيم الفتاوى المقدم من النائب عمرو حمنوش بحضور الدكتور علي جمعان مفتي الديار المصرية السابق. ونعود مرة أخرى مشاهدينا لمتابعة بيان الحكومة الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء بشأن إعلان حالة الطوارئ. ومعنا من مجلس النواب مراسل النيل عمرو عبد العزيز. عمرو، كيف صارت الجلسة؟ وتحدثنا إليك في فترة إخبارية سابقة عن اجتماع الجلسة العامة مرة أخرى عقب بيان رئيس الوزراء للتصويت بشأن حالة الطوارئ. نعم نرمين، يعني عقب إلقاء المهندس شريف إسماعيل كلمته أمام مجلس النواب في هذا اليوم وألقى البيان الخاص بقرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 2017 الخاص بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في جميع أنحاء البلاد، رفع الدكتور علاء عبد العال الجلسة العامة وتوجه هو ورؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية لإنعقاد أو لاجتماع اللجنة العامة لتشاور حول تفصيلات حالة الطوارئ هذه، كما أيضا تم دراسة تعديل القانون 162 لسنة 1958 وعلى القانون الخاص بحالة الطوارئ. اللجنة أتى هذا الاجتماع بأنه من الضروري الموافقة على إعلان حالة الطوارئ نظرا لما تعيشه البلاد من ظروف استثنائية ونظرا لمحاولات الإرهابية لزعزعة أمن واستقرار الوطن، ثم خرجت بتقريرها في الجلسة العامة التي انعقدت منذ دقائق قليلة، وتم عرض هذا التقرير على السادة النواب وتم الموافقة عليه بشكل مبدئي، ومن ثم تم تلاوة قرار رئيس الجمهورية مرة أخرى بما يتضمنه من مواد قانونية لأخذ الرأي النهائي حول هذا القانون. وبالفعل تم أخذ الرأي النهائي وهو الموافقة بالإجماع على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر. ما يحدث الآن داخل القاعة الرئيسية هو مناقشة مواد قانون حالة الطوارئ والتعديل، قانون الطوارئ عفوا وهو قانون رقم 162 لسنة 58 وتفصيلات ومواد والتعديلات التي تجرى على هذا القانون، أيضا لأخذ الرأي النهائي حول هذا الأمر. شكرا جزيلا عمرو عبد العزيز مراسل النيل من مجلس النواب، وسنكون على تواصل مستمر معك للوقوف على آخر التطورات المتعلقة بإقرار قانون الطوارئ وفقا للتصويت بالإيجاب على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر. خلفت قوات الاحتلال الإسرائيلي خرابا واسعا بمرافق المسجد الأقصى المبارك بعد أن اقتحمته بأعداد كبيرة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بحجة البحث عن معتكفين. ذكرت مصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد ليلة أمس وشرعت في حملة تفتيش واسعة قبل أن تنسحب منه، في حين اعتقلت عقب صلاة العشاء أحد المصلين وحولته إلى أحد مراكزها في المدينة المقدسة. وجدد المستوطنون منذ ساعات الصباح اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسات معززة ومشددة من قبل قوات الاحتلال الخاصة ووسط قيود مشددة على دخول المصلين واحتجاز بطاقات الشبان والنساء على البوابات الرئيسية الخارجية للمسجد. معنا عبر الهاتف من القدس الدكتور أحمد رفيق عوض أستاذ الإعلام بجامعة القدس. دكتور أحمد، هل ما زالت الأوضاع على حالها بعد ليلة أمس في محيط المسجد الأقصى بعد الانتهاكات الإسرائيلية؟ يعني المسجد الأقصى تأكيدة الوقت يعني على مدى السنوات الأخيرة تقريبا السنتين الاخيرتين شهد كثيرة الوقت هذا النوع من الاقتحامات والتدميش يعني السرقة، والان تتجاوز زاد الامر بسبب الاعياد العيد الفصح وعيد الفصح اليهودي، وهو عيد يبتهجه المحتلين لاجل تكثيف الدخول على الاقصى ومطالبة المسلمين الذين يزورون المصدر ويصلون فيه من خلال عمليات الاعتقال والابعاد وكل ذلك بحمايه الشرطه والجيش والمخابرات، وبالتالي هذا امر لا اريد ان اقول انه يعني يومي ولكنه شبه يومي تماما، هذه الاقتحامات شبه يوميه وما يحصل تقريبا بشكل يومي، والفلسطينيين المسلمين والمسيحيين حتى، لان هناك يعني ليس فقط تتعرض للمسلمين وانما ايضا المسيحيين في كنائسهم، بالتالي حقيقة يعني هذا حدث يومي إلى حد كبير. نعم، أشكرك من القدس الدكتور أحمد رفيق عوض أستاذ الإعلام بجامعة القدس.
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو أن وزراء خارجية دول مجموعة السبع اتفقوا على التأكيد بأنه لا حل ممكن في سوريا طالما استمر الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة. من جهته قال وزير الخارجية الإيطالية أنتولينو ألفانو إن اجتماع زعماء مجموعة السبع اتفق على الحوار مع روسيا للضغط على الرئيس بشار الأسد لاحترام وقف إطلاق النار. وأضاف ألفانو أنه لا يجب عزل روسيا أو دفعها إلى زاوية بسبب سوريا. كما دعا ألفانو روسيا إلى ممارسة ضغوط على الأسد لوقف استخدام الأسلحة الكيماوية والانضمام إلى المساعي الدولية من أجل إحلال السلام في سوريا. وعلى هامش قمة وزراء خارجية مجموعة الدول السبع في إيطاليا أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن الولايات المتحدة لا ترى مكانا للرئيس السوري بشار الأسد في أي حل يرسي السلام في سوريا. وأكد تيلرسون أن العمل العسكري الأمريكي في سوريا جاء ردا مباشرا على همجية نظام الأسد على حد قوله، مشيرا إلى أن أولوية الولايات المتحدة في سوريا والعراق لا تزال هزيمة تنظيم داعش. جاء ذلك عقب اجتماع تيلرسون بشكل طارئ مع عدد من الدبلوماسيين الأجانب البارزين، وذلك لوضع استراتيجية تهدف إلى تمهيد الطريق أمام إنهاء الحرب التي طال أمدها في سوريا. ومن جانب حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أي استفزازات بالسلاح الكيميائي يجري إعدادها في سوريا لتوريط الرئيس السوري بشار الأسد. وقال بوتين إن روسيا لديها معلومات من مصادر مختلفة بأن استفزازات مماثلة يجري إعدادها أيضا في مناطق أخرى في سوريا بما يشمل ضواحي دمشق الجنبية، حيث يخططون لإلقاء مادة ما واتهام السلطات الرسمية السورية باستخدامها على حد قوله. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من دمشق السيد يعرب خيربك المحلل السياسي. السيد يعرب، بعد التحية، بيان وزراء خارجية مجموعة السبع خرج ليؤكد أنه لا يوجد أي حل ممكن في سوريا في ظل وجود الرئيس بشار الأسد، كيف ترصد ردود الفعل الرسمية حتى هذه اللحظة؟ يعني اليوم نحن أمام عالم متغير بشكل كامل، يعني قوانين العالم التي كانت قبل فترة لم تعد هي جديدة. اليوم نحن أمام أوروبا مقسمة وتذهب باتجاه التقسيم، وواجهت كثير من الإهانات، يعني حتى أن أردوغان ذلك المنفلت استطاع أن يهين كثير من الدول الأوروبية دون أن يلجؤوا على الرد. أما بالنسبة لهذه المواقف التي تجري اليوم بالنسبة باتجاه الدولة السورية، أحب أن أذكر أنه عندما تم الكلام عن القرار الكيماوي ضربة الكيماوي، اللجنة التي شكلت للتحقيق في الضربات الكيماوية في سوريا عام 2014 برقم قرار الأمم المتحدة 2235 ينص على أن هذه اللجنة هي التي تحقق في هذه الجرائم. رئيس اللجنة قال بالحرف الواحد ليس هناك أي دليل، وذلك عشية الاجتماع قبل الضربة الأمريكية على سوريا بيوم واحد، ليس هناك أي دليل أن الضربة الكيماوي أتت من الجو، بالتالي لا بد من التحقيق. هم رفضوا القيام بالتحقيق، لم يقوموا بالتحقيق، تجاوزوا كل نتائج التحقيق، تجاوزوا حتى الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة، ولم يعطوا بالا لقوانين الأمم المتحدة التي تتحدث عن سيادة الدول وتتحدث عن ضرورة رجوع الأمم المتحدة على الأقل قبل أي فعل. تجاوزوا كل هذا الأمر وقاموا بهذه الضربة. ولكن أهم من هذا كله الرد الذي حصل، وأنه 31 طائرة صاروخ تم إسقاطهم في البحر في هذه الضربة. لمن لا يعلم، بعد الضربة على مطار الشارات بثمان ساعات انطلقت طائرات من مطار الشارات لتضرب المسلحين الإرهابيين في حما. وهذا ما كتبت حلو واشنطن بوست بأن الأسد يقول لأوباما اذهب إلى الجحيم بإطلاق طياراته من مطار الشارات الذي تم قصفه قبل ساعات. تكلفة قصف المطار كانت أربع أضعاف تكلفة إنشاء المطار بالكامل. ولكن نعم، تظل الولايات المتحدة متمسكة بموقفها بشكل شديد، ووزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون وصل إلى موسكو حاملا رسالة من الأوروبيين بشأن بقاء الرئيس السوري وسط تباين حتى هذه اللحظة في الموقف ما بين الولايات المتحدة وما بين الجانب الروسي. توقعاتك للمباحثات ما بين وزيري الخارجية الأمريكي والروسي، وهل من الممكن أن يكون في أي مساحة أو أرضية مشتركة للتفاهم ما بينهما بشأن الأزمة في سوريا؟ طبعا
بدايه لابد من التاكيد بان الملفات المشتركه بين الدولتين او الملفات التي سيتم بحثها ليس فقط ملف سوريا، يعني هي مجموعه من التقاطعات من البحر البلطيق الى اوكرانيا الى مسائل حول تركيا الى اوروبا الى خطوط غاز، يعني القضيه اكبر بكثير من انها فقط ان تكون سوريا. ولكن هذه الزياره تحمل عنوان رئيسي هو الاهم وهو سوريا واهم العناوين، ولكن عمليا امكانيات التقارب بين الدولتين ان تتنازل روسيا لامريكا تخضع الى واقع يقول بان امريكا في تراجع، بان ليس هذا التراجع الكبير ولكن امريكا اليوم لديها هم اكبر على بالنسبه للسوري بالنسبه للمحيط اكثر من همها في هذه المنطقه واكثر تكلفه لها ان تقوم بالدخول بهذه المنطقه. روسيا ترى نفسها انها لها هدف اساسي رقم واحد يعني اولي في تلك المنطقه، لذلك انا لا اتوقع اي تنازل، وانا ساؤكد لك منذ الان لم يكن هناك اي تنازل روسي، وهذه معلومات اكثر منها يعني تحليلا سياسيا او رؤيه سياسيه. اضيف الى هذا ما اريد ان اذكر به الامريكان عندما التفجير الذي جرى في السفاره في السفاره في بيروت في الثمانينات عندما تم طردهم من قبل السوري وحسب الله، هم يعني هذه سوريا ليست باقي دول الوطن العربي، لا يمكن استعدادها، لا يمكن ان تكون تابعه لامريكا، هذا حلم لامريكا لم يتحقق ولو بعد الف عام، انا اعدك بهذا الكلام. شكرا جزيلا السيد يعرب خربك المحلل السياسي من دمشق. يتطلع آلاف اللاجئين السوريين الذين يقيمون في دول الجوار العودة إلى وطنهم سوريا بعد أن فقدوا الأمل تدريجيا في العودة إليها، وهي البلد الذي يمزقه الحرب. يذكر أن الحرب الأهلية المستعرة في سوريا منذ 6 سنوات أودت بحياة نحو نصف مليون شخص، كما شردت نصف سكان سوريا في أكبر أزمة لجوء في العالم. مع شروق كل يوم يتطلع آلاف اللاجئين السوريين المقيمين في دول الجوار للعودة إلى وطنهم. أحمد مصطفى شاب فر من شمال سوريا إلى تركيا قبل 4 أشهر لأصاب بجرح شديد في يده خلال الرحلة، لكن في الوقت الذي تساعده فيه الرعاية الصحية المجانية التي يحصل عليها كلاجئ على التعافي، بدأ مصطفى والكثير من قرابة 3 ملايين مهاجر سوري في فقد الأمل تدريجيا في قرب عودة لبلدهم الذي يمزقه الحرب. والله هذا العلم عند الله عز وجل، ما حدا بيعرف ايش بده يصير، لكن هي حرب، الان ساحه حرب، اللي عم يجي عم يضرب سوريا، هذا بلاء الله عز وجل قدر هالشيء وبلانا فيه، نحن ناطرين فرج الله عز وجل. أنقرة أقامت مخيمات للاجئين على الجانب السوري من الحدود، حيث يقدم الهلال الأحمر التركي المعونة لنحو 5 ملايين شخص داخل سوريا. ويعاني لاجئ سوري يكسب نحو 30 ليرة يوميا أي 8 دولارات من العمل في الحقول، من أنها تذهب تقريبا بالكامل لدفع الإيجار، ويؤكد أن أمله أصبح في أن يتمكن من العودة لوطنه سوريا يوما ما. نتمنى إقامة مناطق آمنة وعزلة بسوريا حتى نرجع لسوريا، يعني الوطن غالي نرجع لسوريا، يعني إذا صار في يعني مساعدة مشان المنطقة الآمنة يعني في كويس ومنيح للشعب السوري. يذكر أن الحرب الأهلية المستعرة في سوريا منذ 6 سنوات أودت بحياة ما يقدر بنصف مليون شخص، وشردت نصف سكان سوريا في أكبر أزمة لجوء بالعالم. أعلن مسؤول عسكري عراقي كبير أن تنظيم داعش الإرهابي لم يعد يسيطر سوى على 6.8% من مساحة العراق بعد أن استولى على 40% من البلاد خلال عام 2014. وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول إن المساحة المسيطرة عليها من قبل داعش حتى نهاية مارس الماضي تبلغ 6.8% من مساحة العراق، وبعدما كانت تبلغ أكثر من 108,000 كيلومتر مربع. ومن جانب تعهد الكارنل جون دوريان المتحدث باسم قوات التحالف الدولي بعدم التخلي عن العراق بعد استعادة النصر. وتبدو معركة غربي الموصل بين القوات العراقية ومسلح داعش الإرهابي أكثر وحشية وتدميرا بكثير من حملة استعادة النصف الشرقي من المدينة، نظرا لتلاصق مدنها وشوارعها وكثافة سكانها. وألحقت تلك المواجهات خسائر كبيرة في المباني والأرواح، كما خلفت المئات من القتلى والجرحى منذ انطلاق العملية العسكرية لاستعادة المدينة في 19 من شهر فبراير الماضي. الحرب المستعرة بين الجيش العراقي المدعوم من قبل التحالف الدولي ومسلح تنظيم داعش الإرهابي في النصف الغربي من مدينة الموصل حولت شوارع بأكملها إلى أنقاض،
مصادر أفادت أن معركة غربي الموصل تعد أكثر وحشية وتدميرا بكثير من حملة استعادة النصف الشرقي من المدينة، حيث يطلق المسلحون قذائف هاون على المناطق التي خسروها. وما قلت لك أنا بس بقى المنطقة فوق العشرة أزياد ماتوا قصف العشوائي، يعني إن كان داعش وإن كان تحالف وإن كان الهليكوبتر تخصف، يعني كل هاي تقتل الناس. الناس واحد خلى هاي البيوت كلها تتدمر خلال آخر ساعتين من انسحابهم، هم انهزموا الدواعي. وقف الناس واحد يقف على هذا البيت يقف على ذاك البيت ويضرب، وجي الطيار وضربوه ثم دمر هاي المكان على الناس واحد. المواجهات المسلحة بين طرفين ألحقت خسائر كبيرة في المباني، حتى أنها تترك جراحا غائرة لا تندمل في نفوس المواطنين الذين يفقدون ذويهم، إذ يقول المواطنون يقتلون حي الموصل الجديد إنهم حاولوا مغادرة منطقتهم مرارا، إلا أنه تم منعهم من قبل مسلحي داعش الذين يطلقون النار عليهم. هم يصيرون قدامنا يقعدون يضربون، تدري عوائل واطفال وزلم، احنا نريد منها زي مصاد الجيش، هذا كله هو عمود التحرير، وصحيح؟ احنا ما دروع بشريه اللي يخلونا عمود القاتل. احنا ما مره ومرتين ردنا نعبر، بالاخير صدروا حكم اعدام اللي يطلع يقتلوه. ويقدر الاطباء في مستشفى طوارئ بغرب اربيل بان حوالي ثلثي مرضاهم اصيبوا بجراح في انفجارات، معظمها من قذائف الهاون والصواريخ، فيما تعتقد الامم المتحده ان ما لا يقل عن 300 شخص قتلوا منذ 19 من شهر فبراير الماضي عندما بدأت العملية، بينما تقول وزارة الصحة العراقية إن نحو 1000 شخص لقوا حتفهم. أعلنت الشرطة التركية مقتل شخص وإصابة عدد آخر في الانفجار الذي وقع بمدينة ديار بكر التركية الكائنة جنوب شرقي البلاد. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه لم يعرف بعد سبب الانفجار، إلا أن وزير الداخلية رجح أنه ناجم عن أعمال إصلاح وأنه لم يكن نتيجة هجوم. وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الانفجار حيث تصاعدت أعمدة كثيفة من الدخان، فيما تسبب الانفجار في الحاق الضرر بالسيارات التي كانت تتواجد في المناطق المحيطة، وكذلك تسبب في انهيار جزء من أحد المباني. متواصلون معكم في هذه البانوراما الإخبارية، وفيها بعض أنباء الاقتصاد. اضطرار أكثر من 6000 شخص إلى أوغندا مع تجدد العنف بجنوب السودان. في بيانه أمام مجلس النواب، رئيس الوزراء يؤكد أن إعلان حالة الطوارئ يأتي في إطار إجراءات استثنائية حاسمة ضد الإرهاب. رئيس السيسي يصدر قرارات جمهورية بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام. مجموعة السبع تتفق على أنه لا حل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة. والآن نتحول لمتابعة أهم أنباء المال والأعمال في هذه البنوة. أخبار الاقتصاد يأتينا بها محمد سليمان. إليك محمد. أشكرك من مين وشكرا لك يا مان. مرحبا بكم أخبار الاقتصادية في بنوة الرابعة وتتابعون فيها. المجموعة الوزارية الاقتصادية توافق على تعديلات قانون سوق المال وترفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه. اهلا بحضراتكم. اكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة صحة النصر اليوم ان المجموعة الاقتصادية برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء وافقت في اجتماعها منذ قليل على تعديلات قانون سوق المال. وقالت نصر في بيان الوزارة انه تم رفع التعديلات الى مجلس الوزراء للموافقة عليها ورفعها بعد ذلك الى مجلس النواب.
قالت الدكتورة صحة النصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن البرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لن يحقق النجاح المرجو منه إلا بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني. وأكدت الوزيرة في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية في الملتقى الأول لشراكات المسؤولية المجتمعية، أكدت أن المجتمع المدني دور حيوي وهام للغاية في مساندة برنامج مصر الطموح للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالمحافظات الأكثر احتياجا. ومن جهة أخرى أكدت الدكتورة صحة النصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أنها عقدت العديد من الاجتماعات بهدف إنجاز الإصلاحات التشريعية التي تضمن دور الجهاز المالي غير المصرفي، مشيرة إلى أن اللجنة الاقتصادية ستناقش قوانين سوق المال والصكوك والتمويل التأجيري، وذلك بهدف إنجازها في البرلمان. جاء ذلك خلال كلمتها في الاجتماع السنوي لأسواق المال بحضور الدكتور أشرف شرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، والذي أكد من جانبه أن شركات قطاع الأعمال بدأت بالفعل استخدام الأدوات التمويلية غير المصرفية، وذلك حرصا من جانب الحكومة على دور القطاع الخاص ودور القطاع المالي غير المصرفي في دعم المشروعات. أصدر وزير المالية عمرو الجرحي قرارا وزاريا بضوابط تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة على الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة إلى 5%، وذلك تيسيرا على المجتمع الصناعي والإنتاجي. وقال الجرحي أن القرار جاء لعلاج المشكلات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي لقانون الضريبة على القيمة المضافة على واردات مصر من هذه السلع الرأسمالية، بما يدعم قدرات الاقتصاد الوطني، خاصة وأن منها ما يرد لمشروعات قومية. ونوه الوزير بتشكيل لجنة من مصلحتي الجمارك والضرائب لدراسة أفضل آليات التعامل مع تلك الحالات، لوضع آلية تضمن حقوق الخزانة العامة وعدم استغلال هذا التخفيض الضريبي في غير الغرض المحدد له. ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب، قابلتها مبيعات من جانب المصريين. وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب بنحو 6.9 مليار جنيه، ليسجل حوالي 664.6 مليار جنيه، وذلك وسط تداولات بلغت نحو المليار جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بنسبة 1.15%، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.2%. نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين مائدة مستديرة استضافت خلالها السفير السويسري بالقاهرة ماركوس لاتينز لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وسويسرا. وخلال اللقاء استعرض الحضور الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر. بهدف الاستفادة من الخبرة السويسرية ودعم وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين مائدة مستديرة بحضور السفير السويسري لمناقشة سبل تطوير العلاقات بين البلدين. Switzerland have very close economic relations for the. مصر وسويسرا تربطهما علاقات اقتصادية قوية، ومصر بالنسبة لنا أكبر الأسواق التي نصدر لها المنتجات السويسرية. وأود أن أبرهن على ذلك بأن الاستثمارات المصرية السويسرية قد زادت خلال الفترة الماضية، وبالتحديد في العام الماضي. حوالي 100 شركة سويسرية تعمل في مجال الاستثمارات في مصر بقيمة تصل إلى بليون دولار، والشركات السويسرية حاضرة بقوة في الاقتصاد المصري. وخلال اللقاء تم مناقشة الفرص التجارية والاستثمارية وأوجه التعاون المشترك بين رجال الأعمال بالبلدين، فضلا عن عرض مقترحات حول زيادة حجم التبادل التجاري. إن أكثر من 55% من الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سويسرا دي مشروعات صغيرة ومتوسطة، يعني لما يجي نمسك الدخل القومي بتاع سويسرا نلاقي 55% منه صناعات صغيرة ومتوسطة. احنا في مصر هذا الرقم لازال ضعيف جدا. احنا بنستعين بهذه الدول عشان المعرفة، عشان التدريب، وعشان طبعا التمويل. الدور دلوقتي على رجال الأعمال المصريين يدوروا على طريقة يزودوا الاستثمارات المصرية في سويسرا والسويسرية في مصر. زادت حجم التجارة، دي مهمة جدا. يعني دايما بقول يعني أي حاجة بتبتدي لازم تبتدي بالتجارة للتعرف على السوق، وبعدين نبتدي نعمل مشاريع يعني استثمار.
فحجم التجارة معقول، وزي ما قال السفير برضو ان في حوالي 100 شركة سويسرية بتعمل في مصر. يذكر ان حجم التبادل التجاري بين مصر وسويسرا يبلغ نحو 710 ملايين دولار، منها 473 مليون دولار واردات مقابل 235 مليون دولار صادرات. امل صبري، النيل. تأتي أخبارنا الاقتصادية وعودة لاستكمال بانوراما مع زميلتي نرمين خليل ومنصور. شكرا لك محمد. استقبلت أوغندا أكثر من 6000 لاجئ من جنوب السودان خلال الأسبوع الماضي، ولا يزال أكثر من 4500 شخص عالق عبر الحدود بين البلدين. يأتي هذا بعد هجوم مسلح من قبل الميليشيات العرقية على مدينة باجوب جنوب السودان، أدى إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل وإجبار المدنيين على الفرار نحو الحدود الأوغندية. ناقوس خطر جديد، دقته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن الوضع الأمني المتدهور في جنوب السودان، والذي أجبر ألوفا من سكان بلدة باجوك الحدودية على الفرار واللجوء لأوغندا المجاورة بعد أن تعرضت لهجوم في الآونة الأخيرة. بالطبع إنهم في حاجة لمياه الشرب، في حاجة للتدفئة، في حاجة للعلاج، في حاجة للطعام، وفي حاجة لوقاية الأطفال من الأمراض. هذا وقد استقبلت منطقة لاماو في أوغندا ما يزيد على 6000 شخص من جنوب السودان منذ الأسبوع الماضي، ولا يزال حوالي 4500 شخص محتشدين على الحدود. الأمم المتحدة أعلنت مقتل 10 أشخاص على الأقل في بلدة بجنوب السودان في 10 أبريل الجاري، بينما قال شهود إن أفراد ميليشيا عرقية كانوا يتنقلون من منزل إلى آخر بحثا عن أفراد جماعات عرقية أخرى. ومن بين من نجوا من الهجمات امرأة تدعى أوما يوسيوبان التي صارت على قدميها لمدة يومين عقب فرارها من بلدتها في جنوب السودان. الجنود ينهبون، يحطمون الأبواب ويضربون الناس، يلقون القبض عليك ويطلبون منك أن تدلهم على مكان اختباء المتمردين، وعندما تقول لهم لا أعرف يضربونك. وتشهد دولة جنوب السودان التي انفصلت عن السودان في عام 2011 بعد عقود من الصراعات حربا أهلية، منذ أن عزل الرئيس سلفا كير نائبه رياك ماشار في عام 2013. ومنذ ذلك الحين تسبب القتال في حدوث انقسامات داخل الدولة الوليدة على أسس عرقية وظهور خليط من الفصائل المسلحة. وعودة للشأن المحلي، حيث وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر ومدير عام مفاوضات الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي وقعت اتفاق منحة لتعزيز حقوق المرأة في مصر ممولة من الاتحاد بمبلغ 10 ملايين يورو. وأوضحت مصر في كلمتها خلال مراسم التوقيع أن الوزارة حريصة على تنفيذ تكليفات الرئيس في دمج المرأة في التنمية، وأن يكون لها فرص متساوية في مجال العمل. في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدمج المرأة في التنمية، وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مع الاتحاد الأوروبي اتفاق منحة لتعزيز حقوق المرأة في مصر لصالح المجلس القومي للمرأة. حريصين ان يكون في فرص متساوية للمرأة في سوق العمل، في نصيبها من التعليم، من الرعاية الصحية، وحتى لما بنتكلم على البنية الأساسية بنتكلم على الإسكان الاجتماعي مع وزير الإسكان، احنا حريصين ان يكون عندها الفرص المتساوية ان هي تكون يعني مساهمة ولها دور فعال في الاقتصاد وفي كل المجالات الاجتماعية وطبيعة الحال في السياسة. يعد تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هو محور اهتمام الاتحاد الأوروبي في العام الحالي عام المرأة المصرية، وزيادة مشاركة المرأة في القوة العاملة بالتأكيد سوف يدعم الاقتصاد. برنامج تحسين حقوق المرأة يهدف إلى دعم المرأة المصرية وتعزيز دورها في كافة المجالات. الوثيقة تحمل 4 محاور أساسية: التمكين الاجتماعي، التمكين الاقتصادي، التمكين السياسي والوصول إلى مواقع اتخاذ القرار، ملف الحماية النحوي اللي احنا بسبب توقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي اليوم، والتشريعات والتوعية. ويتضمن البرنامج عدة محاور تعمل على التحفيز التنموي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
في عام المرأة تعطي وزارة الاستثمار والتعاون الدولي رسالة قوية بأن إشراك المرأة وتمكينها اقتصاديا وسياسيا سوف يساهم في تحقيق التنمية المستدامة. من داخل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بسم الشاعر أميل. وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى محطتنا الرياضية في بانوراما النيل. نتحول إلى محمد عبد الحكم، تفضل. شكرا لك. جزيلا لك محمد. ومشاهدينا في ختام هذه عناوين الأخبار، في بيان أمام مجلس النواب رئيس الوزراء يؤكد أن إعلان حالة الطوارئ يأتي في إطار إجراءات استثنائية حاسمة ضد الإرهاب. الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدر قرارات جمهورية بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام. خلال اجتماعهم في إيطاليا، مجموعة السبع الصناعية الكبرى تتفق على أن لا حل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة. نصل على مين هيتو تانا رامان نوش. إلى اللقاء.